ستكون هذه تجربة بالنسبة لي. كثيراً ما صورت في أحياء الفافيلا، وهي الأحياء البرازيلية الفقيرة. هذه المرة سأنتقل للعيش بضعة أيام في أكبر الأحياء العشوائية في ريو. دعونا نكتشف ظروف الحياة هنا حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة فقط. ما الذي سأشهده في الحياة اليومية بخصوص المخدرات والعنف والجريمة؟ أخفض الكاميرا. الآن نتجه إلى الشوارع الساخنة حيث تباع المخدرات، لذا علينا أن نلتزم بالقواعد، تجنب التصوير، وإلا فقد يشعرون بالتوتر ويفقدون أعصابهم. كيف يؤثر العنف على حياة الناس؟ بالنسبة لي، ريو هي أجمل مدينة في العالم. أعيش هنا منذ نحو 5 سنوات وأعمل مراسلاً لقناة ARD. ما أثار اهتمامي منذ اليوم الأول هو الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء. فعدم المساواة واضح جداً خاصة في الأحياء الفقيرة. كثيراً ما صورنا في أحياء الفافيلا، أعرف ظروف الحياة هناك ولكن سطحياً فقط، حيث كنا ندخل للتصوير ونغادر على الفور. أما الآن فأود حقاً أن أعرف حقيقة الوضع وكيف يشعر المرء حين يعيش في هذه الأحياء. روسينيا أكبر الأحياء الفقيرة في ريو، ومكان إقامتي خلال الأيام المقبلة. من الواضح أنه لا يمكن لنا التصوير بمفردنا في هذه الأحياء، فأنا أحتاج لمرافق يعرف قواعد اللعبة. أعرف فاغنر ومارسيلو من جلسات تصوير سابقة، وقد حصلا على الموافقة من عصابات المخدرات المسيطرة على هذا المكان، ويشرحان لي ما الذي يجب أن أنتبه إليه. هل علينا أحياناً إطفاء الكاميرا لأنه لن يسمح لنا بتصوير كل شيء؟ كما هو الحال في أي حي فقير في العالم، هناك قيود، لكن يمكنني أن أؤكد لك أنه ستكون لنا حرية التصوير هنا. فاغنر ومارسيلو هما المؤتمنان على حياتي من الآن فصاعداً. إحصائياً يعيش 5 سكان ريو في الأحياء الفقيرة، وغالباً بجوار عصابات المخدرات. في حي روسينيا وحده يعيش نحو 200,000 شخص، ولكن لا أحد يعرف العدد بالضبط. الرائحة تختلف من مكان إلى آخر، فهناك تنبعث رائحة زيوت القلي، وهنا رائحة اللحم المشوي، وفي الخلف تنبعث رائحة مياه الصرف الصحي، وهي رائحة كريهة جدا في هذا الحر. ونشم على الدوام رائحة الحشيش. في هذا الزحام لفت انتباهي هذا الرجل، أداوتو أباريسيدو سانتانا، يبدو أنه ينقل أشياء بشكل منظم. أخبرني أداوتو بأنه يعمل في مجال نقل الأثاث ومواد البناء وما شابه ذلك، وقد وجدت نفسي وسط مكتبه الخارجي الواقع في الشارع الرئيسي في روسينيا. هذا هو مكتبي، وهنا أنتظر العمل. هنا في رواؤوم بجوار محل الزهور أحصل على طلبات النقل التي يجب أن أنجزها داخل الأزقة الضيقة للفافيلا. نود مرافقته، لكن طريقه يأخذه إلى حيث تبيع إحدى العصابات المخدرات. قبل أن ننطلق لابد من إحاطة أمنية. اسمعوا يا شباب، نحن على وشك صعود الدرج الضيق، سأسبقكم وأخبر عصابة المخدرات بأنكم تحملون الكاميرا. إن كان لديهم مشكلة في ذلك سأتحدث معهم. لقد وضعنا مراقبون من عصابة الأوليهيروس تحت رادار مراقبتهم منذ فترة. يرصد المراقبون كل ما يحدث هنا ويقدمون التقارير حتى يتم التأكد من كل شخص يدخل إلى هذه المنطقة. الأمن هنا يحظى باهتمام كبير. كيف يسعك أن تتعرف عليهم؟ إنهم أولئك الذين يقفون في الجوار، يراقبون ويبقون أعينهم على ما يجري ويتكئون على الأعمدة. يراقب الأوليهيروس الشرطة وغيرها من الضيوف غير المرغوب فيهم.
على بعد بضعة أمتار فقط اضطررنا لإطفاء الكاميرا. الوضع خطير جداً. عبرنا نقطة تفتيش عصابة ريد كوماندو. أثناء العبور أرى مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح وطاولة عليها أكياس صغيرة تحتوي على مسحوق أبيض، الكوكايين. شعرت بالانزعاج، أما أداوتو فهذا طريق تنقلاته اليومية المعتاد. ثم فجأة هذا المنظر. أداوتو، أنت تحمل كل أكياس الإسمنت هذه إلى هنا. روسينيا تنمو كل يوم، أليس كذلك؟ نعم، كل يوم، لأن روسينيا مركزية للغاية، فالجميع يريد البناء هنا والاستقرار بالقرب من هذه المناطق الغنية. الخبازون والنوادل جميعهم يريدون العيش هنا بالقرب من أماكن عملهم. إن كنت تعيش في الضواحي البعيدة فعليك أن تستقل 3 أو 4 حافلات يومياً للوصول إلى هذه المنطقة. هل يعجبك هذا المكان؟ أم أنك تقول أحياناً يوجد هنا الكثير من الأسلحة التي من شأنها أن تضرني أنا وعائلتي؟ سأخبرك بما أعتقده، العصابات تعيش حياتها ونحن نعيش حياتنا، أتفهمني؟ وطالما أنني أقوم بعملي بشكل مستقيم فلن أعترض طريقهم. هل الأمر بهذه البساطة؟ أود الحديث مع رجال العصابات. لكن علينا أولاً أن نصل إلى مكان إقامتنا. ليس من السهل العثور على مكان للنوم، فعدد قليل جداً من السكان هنا لديهم مساحة كافية لاستيعاب طاقم التصوير بأكمله. وجد فاغنر مرشدنا حلاً وهو موجود أسفل هذه الحانة. تؤجر والدة فاغنر الشقق وقد أخلت شقتها لنا. مرحباً، طاب يومك. الحمام، ممتاز. هذا هو المكان الذي نقيم فيه الآن. في غمرة كل ذلك يبدو الأمر آمناً، لكنني أعلم أن الأمور يمكن أن تتصاعد بسرعة في الأحياء الفقيرة، خاصة حين تقرر شرطة ريو التدخل بقوة ضد عصابات المخدرات. أعيش الآن في البرازيل منذ 4 سنوات، وخلال هذه الفترة نفذت الشرطة أكثر العمليات فتكاً حتى الآن، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص، ولكن لم يثر ذلك احتجاجاً بين السكان. كان آخرها في يوليو عام 2022، حيث وقع 19 قتيلاً في مداهمة للشرطة في حي كومبلكسو أليماوي العشوائي. وفي المجمل قتل 1327 شخصاً بسبب عنف الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو عام 2022، كما وقعت أيضاً عمليات إطلاق نار في روسينيا. هل الموت جزء من الحياة اليومية هنا؟ العيش في الأحياء الفقيرة يعني أن تتقبل كل يوم كما هو، فأنت لا تعرف إن كان الغد سيكون جيداً أم سيئاً. وبينما نتحدث هنا من الممكن أن يقتل شخص برصاصة. على سبيل المثال قتل أحد الجيران وهو يعلق المنشفة، بوم، مات. قوات شرطة النخبة بوبي تقتل أكثر من غيرها. أشعر بفقدان كبير للثقة تجاه الشرطة، وأتساءل وماذا عن الأمن ليلا؟ يصحبني مارسيل وفاغنر معهما. يبدو أن منطقة الاحتفالات الليلية في روسينيا تقع في الأسفل، في منطقة فيا آبيا. دعونا نرى، سنتجه إلى الأسفل. جاءت زوجة مارسيلو، أدريانا هي الأخرى. كيف هو الحال بالنسبة لك كامرأة؟ هل تشعرين بالأمان هنا؟
نعم، فهناك الكثير من الأماكن الأكثر خطورة. أين؟ وسط المدينة. وسط مدينة ريو؟ نعم، فحين أكون ليلاً على شاطئ كوباكابانا لا أشعر بالأمان. لماذا؟ ثمة الكثير من اللصوص هناك، أما هنا فأنا في مأمن، لا أتعرض للسرقة أو الاغتصاب أو الاعتداء. حقاً؟ على الرغم من أننا هنا في حي عشوائي، إلا أنني أشعر بأمان أكبر من التعرض للاغتصاب أو السرقة. كنت أعتقد أن العكس هو الصحيح. حالياً أصبح هناك حانات تجذب الناس من جميع أنحاء ريو بما فيها الأحياء الثرية. بعد بضع دقائق ينغمس مارسيلو وأدريانا في الحفل كلياً. ولكن كيف يمكن أن يحتفل المرء وهو على بعد أمتار قليلة من رجال العصابات؟ باعتباري ألمانياً لا أستطيع فهم الأمر. أنتم تعيشون هنا بجوار المجرمين وتجار المخدرات. أنت تستفزني الآن. لا لا، لكننا نريد حقاً فهم الوضع. من الصعب الحديث عن ذلك. يمكننا دائماً الحديث عن الجوانب الجيدة التي تتمتع بها أحياء الفافيلا. غالبية سكان هذه الأحياء هم أناس طيبون حقاً ومثابرون ويأملون في مستقبل أفضل. أنا أدعو الألمان وأقول لهم تعالوا إلى روسينيا وانظروا بأم أعينكم، نحن مجتمع يفتح ذراعيه للجميع ويرحب بهم. أود كذلك الحديث مع أولئك الذين يملكون السلطة هنا، لكن ليس من السهل الوصول إليهم. يصحبني فاغنر حتى باب المنزل لنرى ما إذا كنت أستطيع النوم. حسناً، بمجرد أن انتهت موسيقى النادي عم المكان هدوء تام أكثر مما كنت أعتقد، وخصوصاً الآن أصبح الوضع مثالياً تماماً للنوم. كلمة الرب. عفواً؟ في الخارج يمكنك أن تسمع كلمة الرب. أتودون المجيء؟ حسناً، أعطيني 30 ثانية. صباح الخير، أهلاً وسهلاً. نصف الحي يصلي بمن فيهم فاغنر ووالدته، لكنني أعاني من صداع ما بعد الثمالة، وقد أعجبت نوعاً ما بخدمة الشوارع الدينية الفاضلة هذه. لقد سمعت عن النمو الهائل للكنائس الإنجيلية الحرة في البرازيل بسبب هذا النوع من التبشير. روسينيا مدينة داخل مدينة. الكثير من الأمور هنا تتم بشكل ارتجالي، فمعظم المنازل غير قانونية لكنها متصلة بطريقة ما بالمرافق العامة، فهم يبنون حيثما توفرت مساحة. أخبرني مارسيلو أنه غالباً ما تعيش 3 إلى 4 عائلات هنا تحت سقف واحد، مع إطلالة على أحد أغنى أحياء ريو دي جانيرو المجاور. بما تفكر حين ترى تلك المنازل الفاخرة هناك، في حين يعيش هنا 200,000 شخص؟ إنه تناقض صارخ. فالناس هناك يتمتعون بقدرة شرائية هائلة. نعم، هناك شرخ رهيب يقسم البرازيل. ولكن لماذا؟ أنا أيضاً أتساءل عن السبب. لسوء الحظ هناك فساد يؤدي إلى انعدام المساواة الاجتماعية.
فالقليلون لديهم الكثير، والكثيرون ليس لديهم شيء. انظر فقط إلى مدى نقص التمويل في كل شيء هنا، في إمدادات المياه والتعليم والبنية التحتية. في روسينيا تعيش ربع العائلات في فقر مدقع، أي بأقل من 18 يورو للشخص الواحد شهرياً، في حين يعيش العديد من أصحاب الملايين في الحي الغني المجاور. وتصبح الفوارق أكثر وضوحاً حين ننظر إلى معدل الأعمار، ففي المتوسط يعيش الناس في روسينيا حتى سن 52، أما في الجوار في حي ساو كونراد الراقي يبلغ متوسط العمر 75 عاماً. نعود إلى أداوتو الذي حصل على مهمة جديدة، عملية نقل من الأسفل إلى أعلى الشارع الرئيسي. ينحدر أداوتو من المناطق النائية في البرازيل، وقد جاء إلى روسينيا حين كان عمره 19 عاماً وشق طريقه ليؤسس أهم شركة نقل في الأحياء الفقيرة. يكسب ما يعادل 700 يورو شهرياً، أي ما يقرب من 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور الذي يعيش عليه الكثير من سكان روسينيا. كم كيلومتراً تسير في اليوم؟ الكثير، 50 كيلومتراً ربما. أحياناً أضطر لنقل حمولة من الأكياس من نقطة ألف إلى نقطة باء، وحين أنقل 13 كيساً لمسافة كيلومتر واحد فإن هذا يعني 26 كيلومتراً. هل أنت فخور بعملك؟ بالطبع أنا فخور، فكل ما أملكه هو بفضل هذا العمل، منزل صغير ومتجر صغير، كما أن لدي 3 شقق أؤجرها. عمل يقسم الظهر. زوجته جوزيان أكثر اهتماماً بالجانب الجمالي، حيث تدير صالون تجميل متنقلاً. في هذا المجال يمكنك كسب المال دائماً بغض النظر عن الأزمات التي قد يمر بها العالم، فالجمال مطلوب دائماً. النساء يهتمن دائماً بجمالهن. بالضبط، مثل فابيانا تماماً، فهي مهتمة بجمالها، تسرح شعرها وترتب حاجبيها. نعم، الجمال شيء أساسي. جميع النساء في روسينيا مهتمات بمظهرهن، فهن يحببن الذهاب إلى الصالون لتصفيف شعرهن وطلاء أظافرهن. نعم، نحن مهتمات جداً بجمالنا هنا. إنها بداية الشهر، وكالعديدين غيرها انطلقت بيانكا فيريرا لاستلام معونتها الاجتماعية. صرف المبلغ المالي يتم في كشك لليانصيب. فهي تتقاضى 600 ريال برازيليا شهريا، أي ما يعادل 110 يوروهات. هل تستطيعين تدبير أمورك دون هذا المبلغ؟ ما مدى أهمية الرعاية الاجتماعية لك؟ إنها مساعدة مهمة للكثيرين منا. المبلغ لا يكفي للشهر بأكمله، لكنه يساعد. يمكنني شراء بعض الحاجيات، ولكن ليس كل شيء، لأن الأسعار ترتفع باستمرار. تمت زيادة الإعانة الاجتماعية خلال الحملة الانتخابية لعام 2022، لكن هذا المبلغ المالي يكفي حتى منتصف الشهر وحسب. أتجول في كل مكان وأقارن الأسعار لأحصل على السعر الأرخص. هنا مثلاً يبلغ سعر الصندل 10 ريالات، لذلك أذهب إلى حيث يبلغ سعره 5 ريالات فقط. يمكنك السير لمسافة أبعد لتجده بسعر أرخص. أشتري
هنا تعيش بيانكا مع طفليها جواو ميغيل وماريا إدواردا. مطبخ وحمام وغرفة نوم وغرفة أطفال، المساحة كلها لا تتجاوز 15 متراً مربعاً. نادراً ما يأكلون اللحوم، فالإيجار يلتهم نصف مبلغ المعونة الاجتماعية. أسأل الناس إن كان بإمكاني أن أقدم لهم خدمة ما كالتنظيف وما شابه، فهم يعرفون ظروفي المعيشية. أحدهم يعطيني 5 ريالات وآخر 10، فأشتري شيئاً ما بهذا المبلغ. ولحسن الحظ يحصل الطفلان على وجبة الغداء في المدرسة، لذلك يتعين علي التفكير بشأن عشائهما فقط، وأنا أبذل كل طاقتي في ذلك. وأنت؟ غالباً ما لا آكل شيئاً، لا آكل عندما لا يكون لدي شيء. هذا يجعلني حزينة للغاية ويدفعني للبكاء. كم مرة بكيت عندما يعود طفلاي من المدرسة ويقولان لي: ماما هل عندك زبادي؟ أبكي لأنني لا أملك ما يطلبان. أناجي الله وأطلب منه ألا يتخلى عني. لقد مررت بظروف صعبة، لا أخجل من قول ذلك. لقد سقطت عدة مرات، وفي كل مرة أقف من جديد بفضل الله. تصحبني ماريا إدوارد ابنة بيانكا إلى مدرستها. كل يوم تمر الحافلة عبر أحد أغنى أحياء ريو. يرتاد أطفال الأغنياء مدارس خاصة باهظة التكاليف، في حين يرتاد أطفال الأحياء الفقيرة المدارس الحكومية البرازيلية سيئة السمعة وغير الممولة بشكل كاف. هناك جوانب جيدة، الأصدقاء، المدرسون، المواد. ما يزعجني هو تدني مستوى التعليم والتنظيم. ما الذي ينقصكم؟ التلفزيونات؟ الأدوات؟ بالضبط. ففي حصة الموسيقى مثلاً لا تتوفر المدرسة على أي آلة. لا توجد آلات موسيقية؟ بالضبط، فقط كتاب، هذا كل شيء. بالكاد تتوفر بعض المدارس الحكومية على أجهزة تلفزيون أو أجهزة كمبيوتر، ويتقاضى الموظفون أجوراً زهيدة، وفي الغالب يقف المعلم أمام فصول تضم أكثر من 40 تلميذاً. بالنسبة لتلاميذ الأحياء الفقيرة فهي حلقة مفرغة. في قمة المجتمع يحافظ أفراد النخبة على مكانتهم بفضل تعليمهم الخاص باهظ الثمن، أما أطفال الأحياء الفقيرة فمقدر لهم التبعية والعمل عند الآخرين. نظراً لضعف النظام التعليمي فمن غير المحتمل أن يتمكنوا أبداً من الارتقاء إلى مستوى اجتماعي أفضل. نادراً ما أسمع أحداً يعبر بوضوحاً عن أن أولئك الذين يعيشون هنا مثل بيانكا وأطفالها لديهم فرصة أقل للارتقاء الاجتماعي، وهذا يعود إلى البنى الاجتماعية أيضاً. فلا عجب أن العصابات والمجرمين لديهم جاذبية كبيرة. في ريو تتنافس عصابات مختلفة على السلطة، وأهم عصابتين هما الريد كوماندو القيادة الحمراء والثيرد كوماندو القيادة الثالثة. هذه هي الطريقة التي يقدمون بها أنفسهم على شبكة الإنترنت. ما الذي يجعل الزعماء يوافقون؟ لقد تلقينا اتصالاً، يبدو أننا سنتمكن من لقاء أحد أعضاء عصابة مخدرات. ليس في روسينيا، بل في حي عشوائي آخر في المنطقة الشمالية من ريو. آه،
أي 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 أي. نحن في طريقنا لمقابلة شخص أخبرنا أن بإمكاننا مقابلة أحد أعضاء عصابة مخدرات. لا نعرف إن كنا سنتمكن من مقابلته لأن الأمر كان عفوياً جداً. لقد كان هناك إطلاق نار في ذلك الحي قبل بضعة أيام، لذا فالسؤال هو هل ذلك المكان آمن وهل سيظل كذلك؟ من الصعب دائماً التنبؤ. التقينا بوسطائنا على طريق سريع، نعرفهم من جلسة تصوير سابقة لكنهم لا يريدون الكشف عن هويتهم. أكملنا الطريق معا. ليس مسموحا لنا أن نعرض الموقع بالتفصيل لأن ذلك سيعرضنا جميعا للخطر. الآن سنذهب إلى الداخل، لذا سنطفئ الكاميرا. أطفئ الكاميرا رجاءً. تفضل. اجلس. علينا أن ندعوه كارلوس، إنه عضو في أكبر عصابة في ريو، عصابة ريد كوماندو المسؤولة حالياً عن روسينيا. هل حدثتنا عن حياتك قليلاً؟ كيف انضممت إلى عصابة المخدرات؟ بدافع الحاجة كمراهق؟ أردت أن أساعد والدتي لأنها كانت تعيلنا وحدها، لم يكن لدي أنا وإخوتي الصغار ما نأكله في المنزل. كان علي أن أساعدها، وكان بإمكاني جني المال بالعمل لدى العصابة. لكي يفهم المشاهدون في ألمانيا هذا الأمر، كيف تبدو حياتك اليومية كجندي في عصابة مخدرات؟ في الخامسة صباحاً يسود الهدوء، وعلي أن أراقب أي إشارة لاقتحام الشرطة للمكان، فعادة ما تأتي الشرطة في الوقت نفسه الذي يتجه فيه العمال العاديون إلى وظائفهم. عندما يأتون في ظلام الفجر فإننا نتصدى لهم. هل لديك دوام ثابت ودخل ثابت؟ ورديتي تمتد من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً. إن قمنا بحراسة الحي جيداً نحظى برضا زعيمنا، فهو يساعدنا دائماً إذا احتجنا شيئاً. مثلاً يشتري لنا الأدوية والحاجيات المهمة الأخرى لنا نحن سكان الأحياء الفقيرة، وهذا ما لا تظهره وسائل الإعلام إطلاقاً. فهم يتحدثون عن الأشياء السيئة فقط مثل العنف، لكنهم لا يتحدثون عن الأشياء الجيدة ومساعدة السكان أبداً. في العامين الماضيين كانت هناك ثلاث عمليات وحشية للشرطة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في كومبلكسو أليماو وجاكاريزينيو وفيلا كروزيرو. لقد كانت وحشية، هل لديك تعليق؟ لا يؤدي هذا إلا إلى زيادة الكراهية. يموت أحد رجال العصابات ويحل مكانه آخر. قبل بضعة أيام قتل بعض زملائي هنا، والآن يطالب أصدقاؤهم بالانتقام. إنه الشيء نفسه دائماً، فالناس ينضمون إلى عصابتنا للانتقام لأحبائهم. كيف تمضي قدماً في حياتك بعد حادث إطلاق نار كما وقع قبل أيام؟ لابد أن الأمر صعب. إنه مقرف.
هل تشعر بالخوف أحياناً؟ لقد فقدت الشعور بالخوف منذ وقت طويل. لم يعد لدي ما أخسره على أي حال. فهذه هي الحياة اليومية. يبلغ كارلوس من العمر 22 عاماً، وقد بدأ مشواره كأولهيرو، أي كمراقب، حين كان في 15 من عمره. حين يقول الناس إنك مجرم، هل تشعر أنك كذلك؟ نحن لسنا مجرمين، لكن بالنسبة للناس في الحي الذي أعيش فيه فأنا بطل، لأننا نحافظ على أمنهم. لا توجد سرقات في الأحياء الفقيرة، لكن إن ذهبت إلى شواطئ ريو الشهيرة فسترى اللصوص في كل مكان. هنا المجانين فقط هم من يسرقون. هل سبق لك أن قتلت شخصاً؟ لا، هناك آخرون يفعلون ذلك. موقف غريب نوعاً ما، فكيف تودع مجرماً؟ قطعنا مسافة 200 متر إلى داخل الأحياء الفقيرة، وفجأة سحب شخص ما قضيباً حديدياً ضخماً طوله متران من الأرض حتى نتمكن من المرور. إنه حاجز يمنع الشرطة من الدخول إلى المنطقة، وفي الحال حاصرنا رجال مسلحون وكان علينا الترجل من السيارة. حدث ذلك في منتصف التقاطع، وكان هناك باعة وسيارات، وفجأة أصبحنا محط أنظار الجميع، وخاصة رجال العصابات، وكان علينا تبرير وجودنا، فأصبح الجو مشحوناً للغاية. في تلك اللحظة لم أكن أعرف كيف سينتهي الأمر، وما إذا كنا سنخرج سالمين. فهل يحاول أحد الحيلولة دون انضمام الشباب والأطفال إلى العصابات؟ الدولة بالكاد موجودة في الأحياء الفقيرة. خرجت مع ماريا إدواردا مرة أخرى، نحن في طريقنا إلى الشاطئ. بما تحلمين عندما تكبرين؟ أريد أن أصبح طبيبة، وربما أفتتح عيادتي الخاصة. بأي تخصص؟ أريد أن أجري عمليات لمن هم بحاجة إلى المساعدة. أتمنى لك التوفيق. يأتي جميع طلاب رياضة ركوب الأمواج تقريباً من روسينيا. الدروس مجانية ولعدة مرات في الأسبوع، ويتم تمويلها عن طريق التبرعات من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات. أوه، هذا صعب. يبدو الأمر سهلاً للغاية على شاشة التلفزيون. أنت بحاجة إلى الكثير من القوة والتركيز. والماء؟ بارد. يريد مدرب ركوب الأمواج ريكاردو بوكاو توفير متنفس مفيد للأطفال وأن يمنحهم استراحة من صخب الأزقة الضيقة. دخولي إلى البحر يشبه الغوص في حياة جديدة، حيث يترك المرء حياته اليومية ومشاكلها على اليابسة. يعطي ريكاردو دروساً في ركوب الأمواج لأطفال الأحياء الفقيرة منذ عام 1989،
وأخبرني أنه واجه الكثير من المشاكل خلال فترة مراهقته، وأنه كان دائماً ما يتورط في مشاكل مع الشرطة. أتعرف ما الذي غير حياتي؟ ركوب الأمواج. لننتبه ونصمت لثانيتين. أتسمع؟ يمدنا صوت البحر ببعض من طاقة المحيط الهائلة. إنها طبيعة الأم، من يدخله يخرج مختلفا. قوة البحر هذه أنقذتني، وهذا بالضبط ما أورثه الآن للأجيال الشابة. ما الذي يمنح الاستقرار والاطمئنان للناس أيضا؟ يتم بث قداس كنسي في أحد أقصى أركان روسينيا مباشرة إلى العالم أجمع. دعاني أداوتو إلى هنا. في الطريق أواجه الحقيقة القاسية مرة أخرى. علينا أن نمر عبر نقطة تفتيش لإحدى عصابات المخدرات. يبدأ نبضك بالتسارع، إنه أمر سخيف. أطفال يلعبون الكرة في الزقاق، وعلى بعد 5 أمتار منهم يجلس 6 أو 8 من رجال العصابات مدججين بآلات الحرب. ما زلت لا أستطيع استيعاب هذا التناقض الصارخ. أطفال يلعبون بجوار تجار مخدرات مسلحين. جوزيان زوجة أداوتو واثنان من أطفالهما الثلاثة موجودون هنا هم أيضا. أنا شخصيا لست متدينا، لكنني معجب بمدى تدين الجميع هنا. حين كنت في 7 من عمري ذهبت إلى الكنيسة رفقة جدتي، وحينها زرع الله في قلبي بذرة خلاصي، لأنني في 17 من عمري كنت قد وصلت إلى الحضيض. كنت أعيش في الشوارع وأعاقر الكشاسة وأتناول كل أنواع المخدرات التي تقع في يدي. في وقت لاحق نمت البذرة التي زرعها الله في حين وصلت إلى القعر فعلاً ولم أجد مخرجاً. تنمو الكنائس الإنجيلية الحرة الجذابة بسرعة في جميع أنحاء البرازيل. قريباً ستحل محل الكاثوليكية كأكبر طائفة. لقد أصبحت قوية بشكل متزايد، وقد قام بعض القساوسة ببناء إمبراطورية كنسية حقيقية بعلاقات سياسية ممتازة. بفضل الله لدي مؤمنون حقيقيون في كنيستي، عمال أخطأوا ثم اهتدوا. لقد تأثروا بالإنجيل وكلمة الرب واتجهوا إلى الإيمان كعباد لله، تماماً مثل أداوتو. الحمد لله لا تزال المعجزات تحدث في روسينيا حتى اليوم. الله حق، وقد أنقذ العديد من النفوس الضالة ووضعها على الطريق الصحيح كعباد الله. نحن نخلص العديد من الناس تماماً كما يطلب الكتاب المقدس. ومن بين هؤلاء الذين يخلصهم الكثير من تجار المخدرات، فهنا يحظون بالغفران، لأن أولئك الذين يتوبون إلى الله سيكافؤون في التو واللحظة. كل مساء تتحول شقة بيانكا المكونة من غرفة واحدة إلى غرفة نوم لجميع أفراد الأسرة. أخبرتني أن المطر يتسرب أحياناً.
لا أعتقد أن أطفالي يريدون الحياة نفسها التي عشتها. يقولون لي دائماً: أمي، عندما أكبر سأشتغل وأشتري لك منزلاً حتى تتمكني من التقاعد. هذا يؤلمني، لكنه يمنحني بطريقة ما قوة جديدة للقتال من أجلهم. أتفهمني؟ لكي يكونوا أشخاصاً أفضل وينعموا بمستقبل أفضل. هل هذا ممكن؟ يمكنهم تحقيق ذلك بعكسي أنا، فأنا أعاني من ضعف شديد في البصر منذ ولادتي، كما أني كبرت وحيدة لأن أمي وجدتي توفيتا وهما صغيرتان جداً. وقت في روسينيا يشرف على الانتهاء. في الليلة الأخيرة، حفلة صغيرة في الحي. بالتأكيد لن يتمكن ذهني من التخلص من الحياة اليومية المليئة بالعنف. إنها لا تظهر دائماً، لكن يمكنك الشعور بها دائماً. تماماً مثل روح التضامن أيضاً، هذه القوة والخفة التي يعيشون بها حياتهم. تعلمت الكثير عن الحياة هنا، التقيت أناساً كثيرين ورائعين حقاً، بعضهم يعمل من الفجر إلى آخر المساء. نعم، هذا صعب جداً، لكن لا بأس. فحقيقة أن الناس يعاملون بعضهم البعض باحترام في الحياة اليومية تجعل الأمر يبدو على ما يرام. ولكن كيف سيكون العيش هنا لبضع سنوات؟ ليس لدي أي فكرة.